شو لازم أقول؟ أنا ماني قدراني حتى أطلع بوشك. ولا يهمك لارا، أنت مالك أي ذنب اللي سوا أبوك، واللي صار مبارح كان غلط مني حبيبتي. بالأساس ما كان لازم أجي على بيتكم، والشي اللي صار مبارح ما كان لازم يصير قدام عيونك أبدا. بس لولا هيك أنا ما كنت قدرت أكشف وش أبي الحقيقي. المهم عرفتي. وشو رح يصير هلأ؟ أنا بقلك هلأ أنا ما عدت محكوم، وبعد هالشي اللي صار مبارح بظن أبوكي ما عاد يفرقنا. قصدي لارا، أنتي بتحبيني؟ كيف؟ شو كيف؟ كيف بدي أشرح لها؟ شو صار لي؟ أنا بحياتي ما كنت أتلبك بالحكي قدام أي حدا أبداً. من أول لحظة شفتك فيها وقلبي معك، وكل المصايب يلي كانت تجيني كنت أنساها أول ما أتذكر عيونك. لهيك ضليت عايش. أنتي الأمل يلي كان عم يخليني فتح عيونك اليوم الصبح، أنتي الهوى يلي بتنفسه، أنتي كل شي بحياتي لارا. بعرف إنه بعد اللي صار مبارح يمكن مو هلأ وقت هالحكي، بس يا ترى أنتي بتوافقي؟ بوافق. شو؟ مصطفى، أنت نبض قلبي وأنت روحي وحياتي، أنت عيوني اللي بشوف فيها، وأنا بدونك مجرد جسد من دون روح. مصطفى، يعني موافقة نتجوز؟ إيه. على مهلك، على مهلك. علي خلص ابني خجلتنا، رح تبكيني انا كمان. الحمد لله اللي شفنا هاليوم، انتو عن جد فرحتونا. خذ علي هاي منديل، يلا خذه، خلصنا.